السلام ومرحبا بكم مشاهدي قناة الساحل تي في وحلقة جديدة من برنامج لقاءات ثقافية. واليوم باش نقدموا لكم تغطية خاصة لحفل توقيع كتاب العشق في الزمن الضائع للكاتب معز نعيجة. مشاهدينا تابعونا في هذه التغطية. هي حكاية رجل أدرك متأخرا أن للوجود معان جميلة وسامية، وأن أسباب البهجة والسعادة تكمن في ذات الإنسان نفسه وفي تفاعله الإيجابي مع محيطه. عاش هذا الرجل بطل قصتنا حياته غافلا عن قدرته الذاتية لتحقيق السعادة في عشقه لحبيبته، واستفاق يوما على صفارة القدر تعلن قرب نهاية مشوار حياة، مشوار رغم طوله النسبي لم يحقق فيه أحلامه. بديت نقرأ فيها من وقت اللي سمعت بالإيفينمون هذا، بديت نقرأ بديت بالنهاية، كتاب بدأ بالنهاية دونك علاش باش نكمل نقرأ، لكني كملت امتنانا للأستاذ معز نعيجة، ثم صدمت حقيقة وفوجئت معناتها بالرواية، والرواية إلى حد الآن الرواية الوحيدة التي أبكتني حقيقة. معناها كنت النجم نسميها دروس الحياة، درس في الحياة بحق، قدمت لي أنا شخصيا، قدمت لي درس في الحياة. معز نعيجة وجد نفسه سجينا بين المأساة التي يعيشها والجمال الذي كان يطبع عشقه لحبيبته حتى وهي على فراش الموت، وكان لزاما عليه كتابة هذه الرواية كواقع اجتاح كيانه وكأنه السبيل الوحيد للتحرر من هول المصيبة التي ألمت به. القصة كي خرجت جيتوني بون، سامحوني ساعات نتكلم بالفرنسية خاطر الغلب الواحد، جيتوني بون انه يعمل ديديكاس على كلكو زامي كي مسون بروش دو كور ميديكال. تعرفوا القصة ما هيش قصة حب بالنسبة لنا، نذكر ثلاثة ولا أربعة جلسات قعدنا، هذه أحسن قصة تعطي الواقع تاع الصحة في تونس، مستشفيات في تونس، والنظرة اللي يقراها الطبيب تاير من بعد في الأخر سؤال من زميل من بين القعدات بتاعنا، خوك المعاش نتصور ويدخل السبيطار في تونس يظهر لي قلبه معبي ياسر. المهنية صراحة أنا مهندس، وحتى على لسان البطل الذي حتى اعتذر لقامات الوطن لسيادتك منهم الأديبات والأدباء والروائيات والروائيون لما اسمه اقتراف، اقترف كتابا، وعادة ما نستعمل كلمة اقتراف في حاجة أخرى ربما شرم جميل. نعم c'est une invitation à la vie, la vraie vie. Profiter de l'occasion, bish واحد معناها ما صحيت ما يتفادى الوقت الضائع في ما لا يعني. أني هذا ظهر شنو ظهر لي؟ اليوم أنا سعيد جدا بهالمأساة الجميلة إن صح التعبير. أني سي معز عندي علاقة به منذ سنين ولكن بصمت باش نختصر الكلام، وما كنتش نتوقع اللي فما الجو هذا، لأني ما قريتش القصة، وهو بعث لي مساج البارح ولا البارح الأولى قال لي باش تحضر ما قريتش، ولكن من خلال المقدمة اللي فكرتني فيك في رشقات أحلام الصغانمي شوية، وأنا ما نقراش ياسر بحكم عملي في اليومي، ولكن من خلال المقدمة بالحق هي نصيحة وهي نطير على أجنحة الكلمات اللي تدخل في القلب للشباب لأي شخص. احنا قلنا ليست العبرة في عدد السنين بل كيف تعيشها. كما قلت ما نجمش نعطي معناها ان بوان دو فو ولا انا في موضوعي للقصة بما اني من داخلها، اما حبيت نقرا لكم معناها اون كوليغ اموا اللي كتبت على القصة بعد ما قراتها. الكوليغ هذه اسمها مدام عليا شلي، enseignant de littérature في الفاكولتي دي لاتر اي دي سيونس هومان دو سوس. تقول هي مدامها فرانسيزان دونك elle s'est exprimée en français. Ce roman qui se révèle comme point de passage initiatique se comprend comme le ténébreux parcours d'un homme qui devient écrivain. Et elle cite la page 228. في بدايات الليل عندما يعم السكون الكون
وتتناغم ظلمة الليل بعتمة قلبي بعد كل يوم مذني، كل يوم شاق ومتعب في حياة أرمل عنيد، ألتجئ إلى فؤادي أستل منه كلماتي. Il faut comprendre ici que le terme nuit correspond à une image métaphorique. La nuit, c'est l'espace des ténèbres, à partir duquel jaillit le soleil, autrement dit, la création. Mais je n'ai pas terminé avec cette thunaïe. La thunaïe de la mort et de l'amour. Je n'ai pas terminé avec ça. Je n'ai pas terminé avec ce متواصل, la quête perpétuelle. للجمال للمرأة، لأني أعتبر وأنه المرأة هي التجلي الأسمى للجمال في الوجود. لأنه اللي قلته مهم جدا، هالعلاقات هذه الزوجية اللي مع الأسف شديد توا الكثير من الرجال ما يقولش لزوجته راني نحبك. أنا نقول لا أخذل الصغير فقد أني أنا في الأدب أدخل حس لي زوجته غارت شوية لأنه شاعر، كتب لها بيت وحطه لها على الطاولة، ماذا قال لها؟ قال لم أشأ أن يعلم الناس بما صنت وصنتي، إن ليلاي وهندي وسعادي من ظننتي، والله يا حبيبتي تكثر الأسماء ولكن المسمى هو أنت. الكائن البشري مرأة ولا رجل قالك يولد الحب بالكلام، الكلام فيه كل شيء. هو أراد أن يشارك الأوجاع مع القارئ، وقوة الكتاب هو أن يجعل القارئ يشارك ويتقاسم مع الكاتب هموم الرواية أو هموم القضية الذي طرحها. وأي قارئ مهما كان لا يخرج من الرواية أو من الكتاب اللي قرأه بتغير أو بتغيير في ذاته في حد في نفسه، هو لم يقرأ الكتاب أو لم يقرأ أي كتاب آخر. يعني قوة القارئ هو عندما يجد كتاب مهما كان الكتاب أن يخرج بشيء غير منه أو يغير منه. كتاب سي معز النعيش هو على هذا النحو وعلى هذا المجال، عندما تقرأه يغير منك. أنا سعيدة أنه تتقام مثل هذه التظاهرات، معناتها في مكتبة في فضاء الكتاب نحتفي بالكتاب. وبالنسبة لي النص جدير بالقراءة وجدير بإعادة القراءة، لأنه لا تكفي قراءة واحدة. وبالنسبة لرواية سي معز، رواية فيها تجليات البعد الإنساني الكل، معاناة الإنسان، الإنسان اللي عايش بين دفتي الوجود والعدم، وهكا ليش هو يمس أكبر فئة من الناس. وفي هذا الإطار هو يتحدث على قصة حب الزمن الضائع، ذكرتني على ريشيرش دو تان بيردو. يعني دائما معناتها الإنسان في كل الأوقات في كل الحضارات هو يبحث عن وقت ضاع منه. إن شاء الله الشعار ولا اللي رفعه هو في الكتاب متاعه هو الأمل والحياة يزمو ديما ما يتفقدش، نواصلوا به من أول يوم نتولدوا فيه نبلغوه ونعطيه المشعل لأولادنا حتى لآخر يوم في حياتنا.